السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة داينغ لايت 2. اليوم بإذن الله راح أرويكم في هذا المكان في سنترال لوب قريب من محطة مترو نيو وولز. معروف المكان، ما يضيع أي واحد وصل للعالم الجديد راح يقدر يحصل على هذا السيف. أول ما تطلع من المحطة خذ يسار يا طول العمر ودع السيدة، على طول بتشوف الكنتينر هذا الأخضر بوجهك، تدخل. طبعا معك المفتاح بيكون من أول المشن اللي هو مفتاح الجهود المدري ايش هذا. المهم انك تفتح الكونتينر اول ما تدخل تقول بسم الله وهذا هو في وجهك، ما في اي تعب عشان تحصل على هذا السيف. ولكن اتوقع في ناس كثير راح يفوتهم هذا السيف اللي ما يعرفون، فاتمنى اني افيد واحد منكم. السيف هذا احصائياته مثل ما تشوفون نوعا ما يعني سيئه بالارقام، ولكن برويكم بعد شوي لقطات. الضرر كاتب لي 64 والصلابه 210، وفي ضرر ضد البشر 14%، ولكن فيه طبعا ميزه ثانيه مثل ما تشوفونها، لكن انا برويكم ضد الزومبي بعد شوي كيف يؤدي هذا السيف. انا ما راح اتكلم، انا بخليكم تشوفون هذا الشخص اللي بعد شوي وش يقول عن السيف. شوفوا شكله يا اخوان، والله شكله رهيب، الشكل حاله رهيب. شو هذه مساعتي؟ وات ذا فك واز ذات؟ قال لي انه البربريان سورد، والله شيء اسطوري يا اخوان. يعني هذا هو شاهد، هذا اول شاهد، ضربه واحده لكل زومبي يموت. هذا شطفها شطفتها الضربه. شوف هذا، ما ادري في شيء غريب صراحه ما فهمته في موضوع السيف، اني مضرب في الراس ما يقتله كذا كأنها شطفة تصير، ولكن إذا رحت لأي زومبي وضربته في كذا في جسمه يعني من تحت الرأس على طول يطيح ضربة واحدة. فما بالك يعني يوم تروح تقاتل البشر في المشنات أو في المهمات الجانبية، راح يفيدك هذا السيف كثير لأنك تقابل البشر أكثر من الزومبي. وبس يا شباب استمتعوا بالسيف، صراحة أنا هذا من أفضل السيوف اللي عندي اللي صرت أخبيها. تعرف السيف اللي يعجبك وما ودك تقتل فيه كثير عشان الصلابة وما ينكسر عليك بسرعة، هذا واحد من السيوف اللي جالس أعامله بهذه الطريقة. أتمنى أن ينال على إعجابكم مثل ما نال على إعجابي. لا تنسون تأخذون لفة على القناة وتشوفون المقاطع والشروحات الثانية. إذا كنت جديد على القناة يا ريت تشرفني بالاشتراك، ولا تنسون لايك، ونشوفكم إن شاء الله في شروحات أجمل وأفضل في الأيام الجاية. أشوفكم إن شاء الله على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.